طيب حضرتك اتكلمت على شغلك في الاتحاد الافريقي، اداك مجال واسع جدا واداك زي ما بيقولوا كده علاقات ممتده لكل الاتحادات العالميه والاكاديميات، وحضرتك دلوقتي مسؤول عن ملف مهم جدا في اجنده مجلس اداره النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، الاكاديميات. ايه الرؤيه اللي حضرتك شايفها بالنسبه او شغل حضرتك هيبقى ازاي من خلال اكاديميات النادي الاهلي؟ هو طبعا لجنه التخطيط الحقيقه لما كلمتني قالت لي احنا عايزين نرشحك في المكان ده. انا بشكر طبعا الكابتن محسن صالح والكابتن زكريا ناصف والكابتن محمود الخطيب طبعا، انه انا لما سبت الاتحاد الافريقي يعني ما سبتوش خالص، انا عضو لجنه، ما زلت عضو لجنه. عضو اللجنه الفنيه دلوقتي يعني بروح بحضر البطولات الافريقيه وبروح بعمل الريبورتس بتاع التكنيكال ريبورت والحاجات دي، فما زلت موجود فيها. فما كنتش اقدر انا اعمل في هذا المجال او اخش في اي نوع من العمل ارتبط ما لم اكون يعني تحررت من هذه الوظيفه. لكن بلغت الاتحاد الافريقي الفتره اللي فاتت دي انه عندنا مساحه كبيره جدا من ما فيش بطولات افريقيه، كاس الامم الافريقيه اتاجل، فخلاص بقى في وقت رشحوني في المكان ده ان انا امسك الاكاديميات. الحقيقه ليه الاكاديميات دي؟ اكاديميات حقيقه مؤسسه تاسيس عالي جدا على اعلى مستوى حقيقه من 2006، من 14 سنه الاكاديميات دي. كابتن محمد رمضان طبعا بشكره، كابتن سيف عبد الشافي، كابتن ابراهيم عبد الصمد، كل دول مروا على اكاديميات وانا جيت انا الرابع. أيوة. كلها اكاديميات حقيقه ما فيش حاجه ما اتعملتش فيها. دورات تدريبيه على 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 تسخير مدربين على لاعبين، بس حصرت المشاكل قبل ما امسك. فقلت بقى للجنه انا عايز اطور المكان ده، هخليه بدل ما يكون كم عدد كبير خليه كيف. حلو. عايز اطلع حاجه لقطاع الناشئين، عايز اطلع حاجه للنادي الاهلي. أيوة. فلازم اعمل برامج تدريبيه. لازم اصنف اللاعبين، عدد كبير من اللاعبين، 10,000 لاعب، ازاي تطلع لعيبه من اللعبه دي؟ وبعدين حضرتك مش 10,000 لاعب، ده كمان ده في 13 اكاديميه، اكاديميات الاهلي، عشان برضو الناس تعرف للي مش عارف، هم 13 اكاديميه من الصعيد لاسكندريه. في ان شاء الله خمسه هيتم افتتاحهم في شهر 9 اللي جاي، في اكاديميات في المناطق الجديده. احنا عندنا مدينه المستقبل تقريبا، نادي العبور، دمياط الجديده، دمياط الجديده، البشائر الخير، الخير، دي واحده من المدن اللي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفتره الاخيره. والحقيقه انه الاهلي هنا، النادي الاهلي هنا، خلينا نقول بيقوم بدوره المجتمعي يا كابتن شط، مهمه جدا ده. طبعا وتنميه القدرات البشريه او المواهب دي، فحريص جدا انه يتواجد في المدن الجديده، دمياط الجديده، بشائر الخير، المستقبل، العبور تقريبا، صح، والعبور، شباب الجزيره كمان، شباب الجزيره ومركز شباب الجزيره من اهم المراكز، مقر النادي الاهلي، مقر النادي الاهلي مهم يا كابتن. اعضاء النادي الاهلي مش عارفين يبقوا فين، مهم قوي. المنيل، المهندسين، العابدين، وسط البلد، الزمالك، دول مش عارفين يروحوا مدينه نصر ولا يروحوا الشيخ زايد، فعملنا لهم في مركز شباب الجزيره، هتخدم اعضاء النادي برضه اكيد. الحقيقه عندنا برضه كمان الاسمرات، هاي الاسمرات، والله في الاسمرات ان شاء الله هروح ادرس هذا الموضوع برضه. دي حاجه برضه زي البشائر الخير كده، انت عارف. طبعا ده على مستوى عالي، وكمان مهم كمان يا كابتن، وحضرتك يمكن قلت لي انك مش على المستوى المحلي، انت كمان مهم جدا على المستوى الافريقي. يعني انا شايف ان كمان وجود اكاديميات النادي الاهلي في بعض البلدان الافريقيه، انا في وجهه نظري من الناحيه الفنيه، انت ممكن جدا تكتشف لعيب لسه عنده 13 14 سنه، ودي النقطة اللي هتكلم حضرتك فنيا فيها، ان الربط ما بين الأكاديمية وقطاع الناشئين والفريق الأول، دي أعتقد حضرتك اللي قلت ان لازم تكون دي موجودة. يعني أنا خلاص بقى حققت، يعني هحاول أحقق هدف مهم جدا، ان أنا أول حاجة أطور المدرب كويس.